السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة معايا حلقة مميزة فيها معلومات مميزة، تمام؟ يعني هنقول معلومة وهنعرض عليك برضو عرض مميز جدا برضو، فتابع معايا الحلقة للآخر. هنعرف الأول زي ما انت شفت عزيزي المتابع، احنا علفنا البهايم بتاعتنا زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله، هنزل لك عرض مميز برضه بامر الله تعالى وافرجك على البهايم وبالاسعار دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. النهارده هكلمك عن علاج فعال للصمت. عارف انت الصمت؟ طبعا الصمت مقرف للغايه وبيتعب ناس كتير. الصمت اللي هو بيطلع فين؟ بيطلع في رقبه العين او هنا او في ضرع البقرة بتاعتك. والصمت ده عبارة عن طفيليات خارجية زي الجرب وزي القوب. النهاردة مش هتعالج بس الصمت، لا، ده انت هتعالج الصمت وهتعالج القوب وهتعالج الجرب. لو عندك جرب او قوب العجل بتاعك مقوب، تمام، او الصمت او قراط في العجل او براغيث في العجل او حشرات في العجل، ممتاز جدا جدا جدا. وانا عن نفسي جربته اكتر من مرة وجاب معايا نتائج هايلة جدا يا جماعة. بأمر الله تعالى هتستفاد جدا من الحلقات التعليمية اللي احنا بنعملها، لان ده كله احنا مجربينه قبل ما بنقوله لك، تمام. احنا كنا نزلنا قبل كده حلقة عن القراط، وكنت نزلت لك وقلت لك البودره، بس في ناس كتير بتقلق من البودره وبتخاف من البودره، بيقول لك هي مش امنه.
تمام. العلاج اللي معانا النهارده امن امن سريع فعال بامر الله تعالى. عندك صمت في العجل، عندك كرات في العجل، عندك براغيث، عندك حشرات، نمل في المكان، قوب في العجل، جرب في العجل، كل ده هتعالجه بيه حاجه واحده بس. ركز معايا، بولاكسو. بولاكسو، بولاكسو ده كام؟ بولاكسو ده 50%، ده بتجيبه من عند البيطري، من عند البيطري. ممتاز جدا يا جماعه، ممتاز جدا جدا في علاج الجرب وعلاج القوب وانا شخصيا مجربه. بولاكسو، بولاكسو، بولاكسو اهو، بولاكسو 50%. الازازه دي ب 100 جنيه بس، ب 100 جنيه بس. طب استخدمه ازاي يا ابو سليم؟ استخدمه بحط سنتي على اللتر، سنتي على اللتر. هتبخاخه، هتبخاخه. هقول لك طريقه الاستخدام بالظبط. بخاخه زي دي مثلا، بخاخه زي دي. البخاخه دي 2 لتر، دي 2 لتر، بملى فيها ميه 2 لتر. والبولاكسو بجيبه من عند البيطري، اي صيدليه بيطريه هتسال عليه وتجيبه. بحط 2 سنتي او 3 سنتي على ال 2 لتر، هو امن تمام. وببدا اشتغل بيه ازاي يا ابو سليم؟ فرشه من بتاعه، فرشه من بتاعه البلاط يا جماعه، ثواني اجيبها لك برضو عشان برضو تبقى انت ملم بكل حاجه. فرشه من بتاعه البلاط اهي تمام، والبخاخه بحط 3 سنتي على البخاخه او 2 سنتي، وابدا ارش على العجل وامسح، ارش على العجل وادعك، ارش على العجل وادعك تمام. حلو كده. بعملها لمده قد ايه؟ بعملها مرتين في الاسبوع. ويستحسن ان انت ما ترشش العجل في الشمس، ما ترشش العجل في الشمس، يعني ما تخرجش العجل بره وترشه، لا، يستحسن ان انت ترش بيها بالليل. ترش بيها بالليل، يعني انا هاجي بالليل وانا بعلفهم وواقف باكل زي كده، فاروح رشه وماشي ادعك عليه بالفرشه، ادعك بالفرشه، ارش وادعك بالفرشه تمام؟ مرتين كل اسبوع، حلو؟ اثنين وخميس او سبت وثلاث او حد واربع، انت وشطارتك تمام؟ بستخدمه لمده قد ايه؟ بستخدمه لمده حوالي 3 اسابيع في علاج الجرب وفي علاج الصمت وفي علاج القوب تمام؟ خلاف الحاجات دي لو هستخدمه في الحشرات زي القراد زي البراغيت زي الحاجات دي، بستخدمه مره واحده بس في الاسبوع، خلال اسبوعين بيبقى الموضوع انتهى. يعني بعمله مرتين اثنين للحشرات ومرتين في الاسبوع لمده اسبوعين او 3 اسابيع للجرب والقوب والصمت. وهتدعي لابو سليم بامر الله تعالى. ويلا بينا نخش في عرضنا. زي ما انت شايف معايا النهارده، معايا عجلين، عجلين فريزيان من الدرجه الاولى. للي عايز يطلع حاجه للعيد يا جماعه، للي عايز يطلع حاجه للعيد، ما شاء الله عجلين اعمار حوالي 8 شهور، عجلين اعمار حوالي 8 شهور، صلاه النبي الله اكبر. عجلين فريزيان من الطراز الاول، عجل اسود خالص خالص زي ما انت شايف، وعجل ابيض في اسود تمام. العجلين دول هفرجك عليهم على القرب. ومعايا عجل مؤسسه اللي كان معايا في العرض اللي فات، ومعايا شابتين جاموس اعمار 7 شهور و8 شهور برضو. واقول لك كل حاجه واسعارها، بهايم ما شاء الله في الاكل، ما شاء الله، الله اكبر عليها، بهايم متحصنه. العجل ده اللي عايز يطلع في رمضان، عايز يطلع في رمضان، وزنه حوالي 250 كيلو يا جماعه دلوقتي. عايز يطلع عجل دبابه لرمضان، عايز يطلع عليه، استنى للعيد مفيش مشكله. دول اللي يطلعوا معاك على عيد بامر الله تعالى، بداوا يتعبوا من النهارده، اللهم لك الحمد. صلي بينا على النبي كده. ده اول عجل اهو فريزيان معايا، عجل دبابه قوي بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. عجل عمر 8 شهور و9 شهور يا جماعه، العجلين دول اعمار 8 شهور 9 شهور بالصلاه على جمال النبي. عجلين فريزيان من المال الطيب قوي 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 قوي، الله اكبر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. العجلين دول بكام يا جماعه؟ باسر الكلام، انا مش هغني عليك واقول لك زي ما الناس بتقول ب 28000 والكلام من ده، لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص عندنا بامر الله تعالى. العجلين دول بامرك يا رب، بامرك يا رب ان شاء الله. وهديه، والله هديه، طب والله العظيم هديه، هديه
هدية للمشاهدين والمتابعين بأمر الله تعالى، هدية وقسما بالله إن شاء الله بأمر الله تعالى ب52,000 فقط لغير، عجلهم بأمر الله تعالى ب26,000 يا جماعة، عجل يسوى 28,000، اللهم لك الحمد. بص الفرق بينه وبين العجل التاني عامل إزاي، فيش فرق بينهم كبير. نيجي للدباب، الدباب صلاة النبي، عجل يا جماعة، بص عجل بنستراد، عجل بنستراد، السحنة دي بنستراد، التقليب ده بنستراد، الفتحة دي صلاة النبي، الدبابة دي ابن استراد، ظهر عامل ازاي، عجل خشنت الدنيا كلها فيه. وصلى على النبي، انا كنت عرضه ب 33,400، النهارده هنزل عليه عرض ب 33,000 فقط، والله العظيم عجل تريلا يسوى 35، يسوى 35. ونيجي نخش للعجلتين الجاموس، عجلتين جاموس نقاوه النقاوه، عجلتين بيض، عجلتين مقمعين، فيهم واحده 7 اشهر وفيهم واحده 8 اشهر، صلاه النبي الله اكبر، زي ما انت شايف اهي ال 7 اشهر اهي، ما شاء الله السبع شهور اهي، عجله ما شاء الله زوقه قوي، وفي العلفه ما شاء الله ما شاء الله في العلفه ما يتوصوش، وعجله عمر 8 شهور اهي، صلاه النبي. العجلتين دول حبل واحد مع بعض، العجلتين دول حبل واحد مع بعض، عجلتين من المال الطيب خالص من الفواخر، صلاة النبي اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك وزيد في ذلك يا رب. بكام يا باشا؟ بكام يا ابو سليم؟ قصر الكلام عشان ما نغنيش ونقول ب42,000 والكلام من ده، لا مش مفيش ب42,000 ولا كلام من ده، بامر الله تعالى 38,400 بثمن عجل بقر، نتايتين جاموس اعمار 7 و8 شهور، بكام؟ ب38,400 جنيه، ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. وبهنا نكون وصلنا لنهاية. بحب العجل الاسود قوي يا جماعه، العجل الاسود ده عجل عزيز علي، حبه بالذات لما يكون تقليبه حلو ما شاء الله. عنواننا الاليوبيه بنها على طريق المنصورة الزراعي، رقم التليفون للتواصل 0158526669. تحياتي أبو سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.